النهارده احنا كمان مشكلين البسكوت بتاعنا بطريقه سهله وبسيطه جدا، مشكلينه بمعلقه، مشكلينه بشوكه، مشكلينه ببصامه، مشكلينه بمضرب سلك، ايا كان ايا كان. ده البسكوت اللي احنا لسه عاملينه، هنحطه في الفرن على درجه حراره 180، وبيقعد قد ايه في الفرن؟ من 10 ل 12 دقيقه. من 10 ل 12 دقيقه. بصوا انا هعمل حاجه هنا، معلش يا جيمي، هشيل بسكوتاه من هنا واروح حاطه بسكوتاه كده. اتعملت من ايديا، مش مشكله، هقول لك اشمعنى. لازم واحنا بنسوي بسكوت بني نحط واحده بيضه علشان نعرف تسويه، يعني مجرد ما دي تستوي احنا عرفنا خلاص ان البسكوت استوى، لكن لو حطينا الساق كله بني هنبقى مش عارفين ان احنا سويناه ولا ما سويناهوش، وكل شويه هنضطر ان احنا نمسك البسكوته ونختبرها. فتسويه البيضه دي مجرد ما تستوي كده البسكوت البني استوى. فدايما لما تكوني تعملي بسكوت غامق اعملي معاه واحده فاتحه في نفس الساق علشان تظبطي التسويه بتاعته. طيب الساعه دلوقتي 10 ونص، يعني 8 دقايق ونبص عليه. 8 دقايق وبص عليه. تمام، اما بقول 10 ونص بيصلحها لي، بيقول لي لا الساعه 10:28. زودت دقيقتين. فالنهارده هنعمل البسكوت بتاعنا على قد ايدينا، دي حسب الحاجه. مقاديرنا هتنزل دلوقتي على الشاشه ونبدا ان احنا نصور المقادير ونكتبها، واستاذن جيمي بس ان هو يسيبها لي شويه على الشاشه عشان حبايبنا اللي بيكتبوا ورانا. طيب عندنا دقيق، دقيق حسب الحاجه، معنى ان هو دقيق حسب الحاجه يبقى انا مش محدده كميه الدقيق. ليه غاليين مش محتاجه، مش محدده كميه الدقيق؟ علشان ايه؟ علشان كل دقيق بيفرق عن الدقيق التاني. يعني ممكن حضرتك انا استخدم النهارده مثلا 3 كوبايات، حضرتك لما تيجي تستخدمي يسحب منك بس عشان العجينه تطلع مظبوطه 2 كوبايات، حد تاني يستخدم 4، حد تاني يستخدم 5. ليه كل دوت؟ علشان بيفرق كثافه الدقيق من دقيق لدقيق. الدقيق كله مش واحد، والاماكن كلها اكيد مش كلنا، مش مصر كلها والعالم كله هيجيبه من مكان واحد. بتفرق نوعية عن نوعية. فعلشان كده لما اقول دي حسب الحاجة يبقى كل مكوناتنا هتنزل مع بعضها، وانزل بالدقيق شوية شوية علشان لحد العجينة ما تلم معايا. طيب بسكوت الخلاط دي حسب الحاجة، 3/4 كوباية من السكر، 3/4 كوباية زبدة وزيت مع ميكس مع بعض، عندي 2 بيضتين معاهم كمان فانيليا، معاهم 2 معلقة كبار من الكاسترد عشان يدوني اللون الاصفر الحلو ده، ويدوني تطعيمة مميزة وريحة تفتح النفس. عندي كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح بسيطة. بس بس. ده هي دي مقادير البسكوت اللي هتعمليه. والله. وعشان نعمل اللي هو البني هناخد 2 معلقة كاكاو مع 2 معلقة زبده صغيره، ندوبهم مع بعض علشان لو حطينا الكاكاو على خليط العجينه هتلاقيها نشفت وتبدا ان هي تشقق معاكي وتكسر. فلازم ان احنا نخلطها او نخففها، 2 معلقة الكاكاو نخففهم بالزبده او بشويه زيت لو مش عايزه زبده، ونبدا ان احنا نلم بيهم العجينه الثانيه عشان يدينا اللون البني. طيب يلا نبدا بسم الله كده. قبل ما نبدا في الخلاط بتاعنا واحنا شغالين كده اهوت، طب يلا الاول هنحط السكر، كل المقادير كلها في الخلاط. اسمه بسكوت الخلاط، عملناه من كذا سنه والنتائج بتاعته مبهره اسهل ما يكون. هنحط السكر، ميكس الزيت مع الزبده، وتكون الزبده مذابه بالشكل ده كده. عندي البيض، وادام في بيض يبقى في فانيليا. طيب نونا انا عايزه اعمله البسكوت دوت، مش هعمل بالشوكولاته وهعمل ابيض بس، بس انا عايزه لونه يبقى مختلف وريحته وتطعيمته كمان مختلفه. اقسم بالله ببقى مبسوطه لما بلاقيكي بتسمعي ورايا كده. هنجيب الكيس الاورنج اللي هو العصير البودر اللي بيتباع بره، هيدينا لون اورنج وهيدينا ريحه وتطعيمه للبرتقال تجنن. يبقى احنا كده نقلنا البسكوت بتاعنا من بسكوت بالكاسترد ابيض وبني، لا لبسكوت بالبرتقال بريحه ولون يفتحوا النفس. طيب هبدا ان انا اضرب المكونات دي كلها كده. انا محتاجه ان انا احط معاهم الكاسترد كمان، ومحتاجه احط البيكنج باودر ورشة الملح، رشة بسيطة كده بين ايدي، وابدأ ان انا اشغل ده كله كده مع بعضه واحضر حاجتي جنبي اللي هي ايه؟ ادي البولة اللي هبدأ ان انا الم فيها العجينة، الكلافز بتاعنا اهو، مع اني ما بحبش اشتغل بكلافز في الدقيق عشان ابقى حاسة بملمس العجينة، بس هنلبس كلافز. طبعا انتوا في البيت مش تلبسوا كلافز ولا الكلام ده كله، مفيش أأمن من ايدينا على بقنا ومعدتنا. طيب نعمل كده ونبدأ نشغل خلاط ونشوف المقدار هيبقى عامل ازاي. بسم الله.
فيها خليط البسكوت بتاعنا علشان نبدأ ننزل بالدقيق شوية شوية. بصوا كده شايفين الخليط عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك. ننزل الخليط كله، شايفين اللون بتاع الخليط عامل ازاي؟ طب اللون دوت عامل ازاي كده يا نونا؟ هل ده من البيت بس؟ لا يا حبايب نونا، ده من الكاسترد اللي محطوط على البسكوت. بسم الله بسم الله ما شاء الله. محتاجه اطلع ده فوق وانزل ده تحت. يا ربي. نعمل كده، شايفين البيكنج باودر اللي احنا حاطينه في البسكوت خلى البسكوتيه ابه ازاي وشكلها ما شاء الله، اللهم بارك. نقفل كده ونتابع الفرن، ونتابع الفرن يا شباب. بصوا كده حطينا الخليط بتاعنا كله اهو، وابدا ان انا انزل بالدقيق شويه شويه والعجينه معايا تلم. انا كده حاطه مقدار البيكنج باودر اللي انا عايزاه، وحاطه مقدار البيض اللي انا عايزاه، ومقدار الكاسترد، ومقداري كله تمام وزي الفل. حته ان انا انزل بالدقيق شويه شويه دي هترجع لنوعيه الدقيق نفسها. نعمل كده العجينه تكون ملمومه وما تبقاش ناشفه بالشكل ده كده، العجينه تتلم وما تبقاش ناشفه. ما نزودش دقيق كله مره واحده علشان ما ارجعش بعد كده الاقي العجينه معايا قاسية وارجع بعد كده اقول طب احط لها سوائل ايه. لا، ننزل بالدقيق كده ايه شويه شويه، وما احطش حبه دقيق جداد الا لما القديم كله يتخلط معايا. بصوا كده تمام وزي الفل. هنزل بشويه كمان. بصوا انا بنزل بالهادي، ما نزلش كميه كبيره واقول ايه لا نظره عينيا كده ممكن ان هي هتحتاج اكتر من كده. لا، الدقيق خداع، يعني ممكن تبقي حاطه في دماغك ان هو ياخد كميه معينه، ترجعي بعد ما تحطيها تلاقي ان هو كان محتاج اقل. لو محتاج ازيد ما عنديش مشكله، لكن حته ان هو محتاج اقل دي هتسبب لي مشكله. ابدا كده اعمل كده اهو، ومش عارفه اشتغل بالبتاع، مش عارفه اشتغل بالكلافز بالشكل ده كده. ما اقدرش احط دقيق زياده الا لما دوت يروح مفعول، ما يبقاش باين اصلا ولا واضح بالشكل ده كده. العجينه ماشيه معايا تمام وزي الفل، بس ادام في تلزيقه يبقى انا محتاجه حبه كمان، مش عايزه التلزيقه دي تكون موجوده خالص كده. شايفين بدات البوله كمان عندي تنضف، بمعنى ايه؟ ان ما يبقاش فيها عجين لازق، شايفين، ولا دقيق هيبقى ظاهر. طيب انا لو عندي عجان يا نونا ينفع ان انا احط دوت مع العجان وخلاص؟ اه طبعا ينفع، بس انا النهارده عاملاه بسكوت الخلاط عشان اوري حبايبنا الغاليين على قلوبنا ان ممكن بالخلاط تعملي احلى بسكوت. شايفين انا مش عايزه اي دقيق يكون ظاهر. وكده اصلا مش هحتاج دقيق تاني، انا كده العجينه بتاعتي تمام وزي الفل. هبدا ان انا الم كده، كده العجينه معايا تمام جدا بالشكل ده كده، مش محتاجه ولا عجن ولا اي حاجه تانيه. طيب محتاجه ان هي ايه؟ محتاجه ان هي تتشكل. عندي الصاج بتاعي دهنه زيت بسيطه جدا جدا، نقطه كده بس ادهن بيها الصاج علشان مفيش حاجه من البسكوت تلزق فيه. بالشكل ده وابدا ان انا اخد العجينه كده وابدا اكور كور متساويه. بصوا بعمل ايه، كور متساويه تتعمل وتتحط جنب بعضها كده
عينيا الاثنين. حاضر نطلع بس اللي في الفرن. بص كده يا جيمي. صحتين وعافية على قلبهم. ايوه عاملين شاي بلبن طبعا. بصوا بنبدا ان احنا نكور كده كور متساويه، والتشكيل سهل جدا. ممكن تشكلي بالبصامه، ممكن تشكلي بشوكه، ممكن تشكلي بمعلقه، ممكن تشكلي ببلبله. ايه اشكل ببلبله دي يا نونا؟ هوريكي دلوقتي ازاي تشكلي ببلبله. كده قدامنا قد ايه ونطلع فاصل. اديني دقيقه كده. شايفين اسهل من كده مفيش. عايزه طبعا تعملي البني، بتبداي حضرتك تاخدي البسكوت او تاخدي جزء من العجينه، تحطي معلقتين سمنه او زبده او معلقتين زيت، تدوبي فيهم الدقيق وتبداي بعد كده تحطيهم عليها وتعجنيها، بقى عندنا عجينه بني. طيب نعمل كده وتعالى كده نشكل. عندي البصامه اهي، وعندي المعلقه، وعندي الشوكه. ما عنديش دي، ما عنديش اي مشكله، مش عايزاها. شوكه ومعلقه. هنعمل النهارده البسكوت بشوكه ومعلقه. هعمل ايه؟ هعمل كده بخطط البسكوته او الدايره اللي انا عملتها. شايفين حجم البسكوته اللي حضرتك عايزاه، واجيب المعلقه هنا كده واعمل كده. بصوا المنظر بعمل ازاي، بضغط كده. شايفين بطريقة سهلة وبسيطة جدا اهي. يبقى ما اضطرتش ان انا اجيب من برة حاجة اشكل بيها اهي. طيب ولو هعمل بالشوكة يا نونا هعمل ايه؟ الشوكة عندي اهي، وراح عاملة كده كده. يبقى انا شكلت بالشوكة وبالمعلقة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طيب واحديتين كمان يا جيمي، علشان كده. شايفين كده لو انا عندي البصامه اهو، برضه هبطط البسكوته دهن زيت بسيطه. وادي البصامه اهي اللي بنعمل بيها كحك العيد، واروح عامله كده. شايفين المنظر زهره قدامك كده. ممكن نقرب شويه جيمي نشوفها، ممكن نقرب نشوف دي. ده اخر ماشي. واحدتين كمان اهم. لو انا عندي البلبله، بنعمل ايه بالبلبله يا نونا؟ هي هي نفس اللي بنعمله بالمعلقه، هو هو نفس اللي بنعمله بالمعلقه اهي كده. بس ايه ده، ايه اكنها هلال. شايفين مش زي المعلقه، شايفين اكنها هلال. لما بنعمل بالبلبله بيديني اكنه هلال جوه بعضه بالشكل ده كده. يبقى ده كده الفرق بين الفرق بين البلبله والفرق بين المعلقه، وادي الشوكه وادي البصامه. طريقه سهله جدا وبسيطه تشكلوا بيها البسكوت في البيت، مش محتاجه ان انت تجيبي قوالب، مش محتاجه ان انت تعملي اي حاجه، بمقادير مظبوطه على الشعره والنتيجه هايله. اللهم حاجه تفتح لي، استنى بس نسيبه يبرد المقطع بتاعنا. فين يا شباب؟ انا كنت لسه شفته. شايفين بالاربعه. بصوا شايفين، لا والله. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك عليه. تعالوا كده نفتح واحده عند محمود ولا محمد. ها هنا نفتح واحده كده، يلا بينا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين حاجة كده تجنن وتطعيمة، الله أكبر عليها. تمام، صوت القرمشة باين، أنت سامعه؟ استنى
باينه كده.